شفاعة والدة الحياة.
سبحانك الله ابن الوحيد الذي لا يموت لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من واجدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية فتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح الإله وبالموت وقفت الموت أنت أحد ثالوث القدوس المهجد مع الآب والروح القدوس خلصنا الكلمة
السيد أكرم كريم
والسيد الدكتور عبد النور عوقي حبيبي، كلكم إخوة وأحبة إخوتي أخواتي. أولاً أود أن أعبر عن فرح كبير أن أكون معكم هذه الليلة في هذه المدينة الزرقاء وفي هذه الكنيسة بالذات، حيث مع الأباء المخلصين الذين أنتمي إليهم كنا نخدم هذه الكنيسة والكنيسة الأخرى أيضاً، وكنا نتردد من حين لآخر يوم من الكريكية لنقضي أسبوع الآلام معكم. ربما تتذكرون وربما لن تذكرون، إنما حفظنا منذ ذلك الوقت محبة كبيرة للزرقاء وأهلها، وما زالت هذه المحبة تتفاعل في قلوبي. طبعاً يا أحبة، العيد اليوم هو عيد الأردن، عيد نهر الأردن، عيد ظهور السيد المسيح في مياه الأردن المبارك، أرضكم أرض مقدسة، لأن في هذا العيد ظهر الله، وظهر لأول مرة للحبيب يسوع المسيح، حيث الروح القدس رافق هذا الظهور وأعطانا علامة من السماء، هذا الصوت الذي يدوي تاريخ البشرية، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله اسمعه. يسوع ابن الله، كل ما في التجسد محبة، كل ظهور إنه ميلاد جديد في حياة كل واحد منهم. ظهور المسيح لم يكن لله، إنما كان ظهور الله لأجلنا نحن، إنه عمل محبة كبيرة. أول مرة في تاريخ البشرية ينزل الله إلينا، يظهر إنه آب، إنه ابن، إنه روح قدوس. هذا الإله المثلث القريب، إنه واحد في جوهره. أول مرة يستقبل الإنسان ثلاثية الله في نهر الأردن. أول مرة يستقبل إنسان صفة من صفات الله أنه ثالوث مقدس في نهر الأردن. وأول مرة يعرف الإنسان كم أن الله أحبه أيضا في نهر الأردن. لوحة الأردن هي كلمة تجلي تماما، حيث يسوع على جبل ثابور مع تلاميذه أظهر أيضا لاهوتا وناسوته لتلاميذه ولنا جميعا. لكن قبل ذلك كان وقت العماد حين أظهر ذاته أنه الابن، وتحدث عنه يوحنا المعمدان قائلا: أنا عمدتكم بالماء، أما الذي يأتي بعد سيعمدكم بالروح القدس. هذا لا أستحق أن أحل سير حذائي. وبالطبع يا أحبة، إن يوحنا يمثل كل واحد منا. يوحنا ناطق باسم البشرية كله، حيث أظهر لنا أن المسيح الذي يعتمد اليوم منه هو ابن الله، طبقا لما ورد في سفر أشعياء وفي أسفار الأنبياء. إنها لحظة تجسد بامتياز، إنها لحظة ميلادية بامتياز. ونحن إذا اعتمدنا نلنا الروح القدس نفسه الذي عمد يسوع. نحن أقوياء في الذي يقوينا. لا تعتبروا أبدا يا أحبة أننا ضعفاء، أننا أقلياء، أننا خائفون. الروح القدس يقويكم، إنه المعزي الصادق. عندما نزل في قلبنا وقت المعمودية، عندما أبرزنا عهود معموديتنا من خلال العراق والعراق،
عندما غطسنا بالماء لنا رمزية هذه القوة، لكن لنا القوة الكامنة فينا كما يقول بولس الرسول الروح القدس الساكن فينا إنه يسكن فينا. لكي يتحرك الروح القدس ويتحول إلى قوة يجب أن نستدعيه، يجب أن نصلي. الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة المصلي والمصلية إذا ما ركعنا واستدعينا الروح القدس إنه هنا يلبي طلباتنا، يلبي رغبات قلبنا الروحية دون الجسدية، يلبي رغبة الله علينا. البارحة البابا فرانسيس أطلق رسالة السلام لهذا العام، وقال بالمناسبة مناسبة الظهور أكتب هذه الرسالة. قال: تعرفون أن الله يظهر ذاته لكل واحد منا، يعرفنا، يحبنا، يغفر خطايانا، يقوينا، ثم يوحي إلينا الطريق السوي الذي يجب أن نسلكه. إذا أكرر ماذا قال البابا، الظهور هو كل هذه الأفعال، يعرفنا، يعرف كل واحد منا، يدلنا على الطريق بعد أن يغفر خطايانا، يقوينا ويحب. إن الله يحب كل خائفين. وعينكم يا أحباء، وأود بهذه المناسبة أن أشكر أبونا مالك واللجنة وكل الذين ساعدون لرسم هذه الكنيسة بلوحات تعليم مسيح. الأيقونة ليست للزينة، إنها مدرسة تعليم مسيح. وهذه المدرسة تبدأ بالعين، بالنظر، تقدس نظرنا فيتقدس قلبنا. اللوحات التي نراها الجميلة جدا هي من تعليم هذا الكاهن الحبيب مالك واللجنة المرافقة له، ولكن تعب جميع أبناء الرعية، وأنا أعرف تباعا كم عانيتم وكم سهرتم لتكون هذه الكنيسة رحلتها الحالية، فمبروكة عليكم جدا. أود أن أخص بالذكر الدكتور عبد النور عودي حبايبي. مدرسة المعارف مين دكتور حضرتك، فشكرا لك على كل ما تقوم بهذه العطايا التي منحنا الله إياها، فخصصت الكنيسة بعطايا الله لك، فشكرا. أترك الكلمة لأبونا مالك، ولكن أود أن ترافقوا مونسيور روبرتو في الصلاة أيضا، لأنه فقد والدته منذ أسبوعين تقريبا، وأصر أن يأتي معنا ويحتفل بهذا القداس. شكرا جراسي مونتو مونسيور روبرتو، ريجامو بلا سوا مادري أنكي لسوا أنيما ريبوزا إن باتشي. أشكركم جميعا وأترك الكلمة للأهمالي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مساء الخير اخوتي الاحباء، اسعد الله مساءكم جميعا. انه لمساء سعيد ان نجتمع في هذا اليوم المبارك والمقدس، فيه سوف نقدس هذه الايقونات، هذا العمل الذي شاركتمونا جميعا حتى ينجح وحتى يكون عمل ناجح. هذه الكنيسة ألبسناها الحلة الجديدة، حلة الأيقونات المقدسة بمس
بمساعدتكم جميعا. لا اريد ان اطيل الكلام سياده المطران الي، حكى موضوع كبير عن الالبولات، وحكى ايضا عن موضوع الاغطاس وعن موضوع الظهور الهلالي، ولكن يجب ان نسلط الضوء فعلا عليكم انتم ايها الاحبه، انتم من انجع هذا المشروع. كل انسان منكم له جزيل الشكر، شارك معنا وانجح هذا المشروع وضع بصمه في هذه الكنيسه. كل انسان منكم فرغ وقته الثمين وجاي حتى يصلي معنا وحتى يشاركنا هذه الفرحه، هذا انه لخير وبركه كبيره منكم. اخوتي الاحباء، اتقدم بالشكر الجزيل لكل انسان منكم شاركنا وساهم معنا في هذه الكنيسه لتصبح جميله. والله يحب ويقدس الذين يحبون بهاء بيته. واليوم اخوتي الاحباء نصلي الى الله لان يرسل علينا نعمه وبركه خاصه، بركه الروح القدس ترافق كل انسان قدم وساهم لإنجاح هذا المشروع ولتجميل بيت الله. أشكركم جميعا إخوتي الأحباء، أشكر كل شخص ساهم معنا في هذا المشروع ولو بشيء بسيط، ولكن هو مساهمة. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير. بنهاية الصلاة رح نصلي على الماء المقدس ونكرس الكنيسة، وبرجع بكرر وبثني الشكر منكم جميعا دون استثناء لكل شخص منكم. الشكر لكم أيها الأحبة، والله يكرمكم ويعطيكم الصحة والعافية والبركة. طبعا بنأكد على الشكر لجميع الكهنة اللي رافقونا وبهذا القداس، والشكر للمسؤولين وغيرته، طبعا الشكر لسياده المطربين اللي بيحتفل معنا، والشكر لسعاده النائب طارق خوري اللي شاركنا هذا الاحتفال، وسعاده الدكتور عبد النور حبايبي، سعاده الدكتور اكرم كريم، ولكم جميعا ايها الاخوه والاخوات بشكركم وبشكر حضوركم وتعاونكم معنا، وكل عام وانتم بخير. الآن
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
إلى واحدة لمغفرة الخطايا والأشجار قيامة الموتى والحياة الدار لا يطيعون بي. يقف حسنا والاقف بتهيؤ Yeah.
مولد القدوس والصالح والمهي لا نوم لا وإلى نهر الدار
عبادك يا ربي لعي الأرض ظهر السجود بالثال فإن صوت الأب كان يشهد لك تسميني لك ابن المحبوب يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهر وأجار حالا أيها المسيح إله من كل مضرة مبينا للشياطين معينا من الأفعال